وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه في مقدمة مستقبل صاحب الجلالة السلطان حاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام الشقيقة، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير عبد المتين والوفد المرافق لدى وصوله إلى البلاد يوم أمس في زيارة رسمية لمملكة البحرين. هذا وكان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لحضرة صاحب الجلالة وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني وأصحاب المعالي والسعادة وزير الديوان الملكي ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزير الإعلام ووزير التربية والتعليم ورئيس هيئة الأركان بقوة دفاع البحرين ومحافظ محافظة المحرق. وقد أدى صفان من حرس الشرف التحية لجلالة الملك المعظم وضيف البلاد الكريم، ويرافق ضيف البلاد وفد مكون من معالي داتو أمين ليو عبد الله وزير بمكتب الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني، معالي داتو أريان بيهن يوسف وزير شؤون الخارجية الثاني، معالي داتن دكتور حاجة روميزة صالح وزير التربية، معالي داتو حاج نظمي محمد وزير الثقافة والشباب والرياضة، اللواء داتو حاج محمد حزايمي بو الأحسن قائد القوات المسلحة الملكية في بروناين. وقد حيا طلبة من وزارة التربية والتعليم حيوا جلالة الملك المعظم وضيف البلاد الكريم. وقد تشكلت بعثة الشرف برئاسة سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش